الموضوع الذي أحببت أن أتحدث فيه هو ما قيل أن أهل عمان ارتدوا عن الإسلام، فهل هذه المقولة صحيحة؟ وهل ما ذكره المؤرخون في مؤلفاتهم هو حقيقة؟ أما أن هناك إشكاليات وتوهم كبير في هذا الموضوع، سنتحدث عن هذا الموضوع بتفصيل قدر ما يسمح الوقت، وسأبدأ فيه بتلك المصادر التي ذكرت هذا الموضوع. هذا الموضوع ذكره عدد كثير من المؤرخين. أول من ذكر هذا الأمر هو ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى أو طبقات ابن سعد كما شهرت، والمتوفى في عام 230 هجري. هذا أول مصدر يذكر مسألة الردة ولكنه ليس عمانيا. المصدر الآخر البلاذري، ذكره في كتابه المشهور فتوح البلدان، والبلاذري قد توفي في عام 279 للهجرة، وذكر هذا الموضوع أيضا. طبعا هؤلاء بالترتيب حسب الوفاة. ذكر أيضا اليعقوبي في تاريخه، واليعقوبي قد توفي في عام 284 وقيل في عام 294 للهجرة، وذكر هذا الموضوع أيضا الطبري المتوفى في عام 310، وذكر أيضا هذا الموضوع ابن أعثم الكوفي في كتابه الفتوح المتوفى في عام 314، وذكره أيضا ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق المتوفى ابن عساكر في القرن السادس الهجري. ومن هؤلاء أخذ الكثير من المؤرخين الذين جاءوا من بعدهم كابن الأثير وابن كثير، كما ذكر هذا الأمر ابن خياط. هؤلاء تعرضوا لهذه المسألة وعنونوا هذا الموضوع بعنوان ردة أهل عمان. وسأناقش أولا هذه أو ما جاء في هذه المصادر، ثم سأتعرض إلى المصادر العمانية وماذا قالت. سأتحدث عن هذه المصادر وما قالته والتناقضات التي ظهرت في هذه المصادر لتتضح أن هذه الروايات ليست صحيحة. قد يقول القائل الآن سردت علينا مجموعة كبيرة من المصادر، أكثر من 10 مصادر، ثم تريد أن تنكر هذا الأمر؟ 10 مصادر أو أكثر مصادر تذكر ردة عمان وتريد أن تنكر لنا هذا الأمر اليوم في هذه الجلسة؟ أقول نعم، لا إشكال في ذلك. قبل أن آتي أنا وأنا في الطريق قلت أستغل الوقت، مسافة قرابة ساعتين، ففتحت موقع اليوتيوب لأنظر ماذا يقول الناس اليوم عن ردة أهل عمان التي وقعت، التي ذكرت إن صحت أنها وقعت قبل 1400 عام. ماذا يقول الناس اليوم عنها؟ فوقعت أو أظهر لي اليوتيوب في أول مقطع كان عن شخصية والظاهر أنها مصرية، فهمتها من لكنتي وقد كتب تحت الصورة على أن اسمه الشيخ أحمد النقيب، وكنت أستمع عندما يتحدث عن ردة أهل عمان، فإذا به يأتي بردة أهل عمان من المصادر التاريخية التي ذكرتها آنفا. بمعنى آخر لا جديد في ذلك، أي كل واحد ينقل من الآخر. ثم بعد ذلك بعد أن نهيت الاستماع على إلى هذا المقطع بحثت عن مقطع آخر، فوجدت مقطع آخر لأحد الدكاترة لا أدري من أين، من دول الخليج، ويسمى عادل بن حزمان، وسمعت المقطع فوجدته أيضا ينقل كل العبارات التي وردت في هذه المصادر التي ستسمعوها الآن. وفي يوم من الأيام كنت في ملتقى لجمعية المؤرخين الخليجية، فقدم أحد الأساتذة وهو أستاذ دكتور في إحدى الجامعات السعودية تحدث عن ردة أهل عمان، فإذا به بيأتي بالمعلومات التي جاءت في هذه المصادر. وأقول عندما تريد أن تتحدث عن تاريخ أمة فعليك أن تزور هذه الأمة، أو بالأحرى أن تكتب عما هم كتبوا لا ما أن كتبوا عنهم، خاصة عمان. أولئك المؤرخون الذين أرخوا هذه الحادثة هم بعيدون كل البعد عن عمان. نحن اليوم في ظل تراكم وسائل التواصل وسهولة التواصل من أقصى العالم إلى أقصاه، الحدث الذي يقع في
لا نذهب بعيدا، الحدث الذي يقع في شمال عمان عندما يصل إلى جنوبها قد ملئ بزيادات قد غيمت الحقيقة فيها. فما بالك بأحداث قد مضى عليها 1000 سنة، إضافة على أن أولئك المؤرخون الذين أرخوا هذه الحادثة هم بعيدون كل البعد عن عمان، ويزيد الأمر غضابة أن عمان كانت مستقلة. بمعنى آخر أن هؤلاء المؤرخون الذين يؤرخون للإسلام يرون بأن عمان قد انشقت عن الدولة التي يسمونها دولة إسلامية، فليست قبيلة بأن تدخل التاريخ في أوسع أبوابه، بل عليهم أن يسطروا عنها كل ما يسيء. وقلنا بأن أول مصدر وهو ابن سعد في القرن 3 الهجري، يعني بين الحادثة وبين ما كتبه قرابة أكثر من 250 سنة. فإذا هذه هي المصادر التي ذكرتها آنفا، كثرتها لا يعني بأنها صادقة، لأننا نحن هنا لا نذكر نص حديث وهناك رواة، عدد من الرواة كما يسمى الحديث المتواتر الذي أعلى وهو أعلى مراتب صحة الحديث. لا، هنا ليس رواة، وإنما كل واحد يروي عن رواة مختلفين، بل أن الكثير من الذين يتحدثون أو في كتب الرجال عندما يأتون إلى الطبري وتاريخه يذكرون بأن الطبري ينقل من الكثير من الرواة الذين يتهمون بالكذب، بل بعضهم يتهم بالتدليس. فمعنى ذلك لا يغركم تلك المصادر التي ذكرتها آنفاً.